صدت طائرة مروحية تقل أعضاء من في مؤتمر الحوار الوطني لإطلاق نار في منطقة رداع أثناء توجهها إلى محافظة البيضاء. وأوضح مراسل القناة في المحافظة أن المروحية أصيبت بثلاثة أعيرة نارية، إلا أنها وصلت طريقها إلى المحافظة ولم تسجل أي إصابات بشرية. وكانت مصادر في القوات الجوية كشفت تعرض مروحية قبل 3 أيام لإطلاق نار أثناء تحليقها فوق العاصمة صنعاء.